اللي تشوف شحال راه يدير؟ 7 دراهم. تبارك الله. هذه 50 دورو ديال الدجاجة، وهذه 4 دراهم. تبارك الله. السلام عليكم سي عثماني مصطفى، تبارك الله عليك. كيراك داير اخويا؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. كي دايره الدعوة؟ الله يرحمنا، الله يرحمنا، الحمد لله. الخير موجود اخويا مصطفى، الله يرحمنا في الشتاء. هذه هي المنتوجات اللي كتباع على الطريق الرابطة ما بين أكلي وبركان مع السي مصطفى. مرحبا بكم عند السي مصطفى اللي كيبيع البيض البلدي وكذلك الرمان اللتشي، على من ما دورتو كاين. الله هاد الديوكا، ها البيبي، ها الدجاج، ها البيض، كلشي موجود تبارك الله. الله يرحمه، الحمد لله. ها انتم تشوفوا الدجاج تبارك الله، عاود الدجاج البلدي اللي خصو شي دجاجه ولا شي بيبي، مرحبا بكم. ها انتم تشوفوا تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. ها بيبي، ها الدجاج، ها الديوكا، اللهم بارك تبارك الله. منتوجات ديال البلاد اللي كتباع على الطريق هنايا ديال اكليم بركان. تبارك الله، صلى عليك رسول الله. هاد بيبي بشحال يدير؟ 25,000. تبارك الله، ولكن راه فيه الميزان تبارك الله، اللهم بارك. وهاد الديوكا هادو 12,000 الواحد. تبارك الله، صلى عليك رسول الله، اللهم بارك، اللهم بارك. وشفنا عندك الرمان هنايا تبارك الله، خير موجود، اللهم بارك. شحال يدير الكيلو الرمان؟ 4 دراهم الكيلو تبارك الله. الرمان موجود في المنطقة هذه تبارك الله، اللهم بارك. هادشي كامل ديال المنطقة ياك؟ ديال البلاد، اللهم بارك. شفنا الكابويا. هاد الماركة هادي كسميتها؟ هاديك الأخر بسيبسي. بسيبسي، وهادي طبيعية ياك؟ ديال البلاد. تبارك الله. تبيعها بالحبة ولا بالكيلو؟ بالكيلو. شحال ديال الكيلو؟ 6 دراهم ولا 3 دراهم. تبارك الله. غنشوفوا اللي معاود حتى هو ديال المنطقة تبارك الله، اللهم بارك. اللي راه بلدي هذا. البلدي، البلدي. شحال دير هذه؟ هذيك 8 دراهم الكيلو. 8 دراهم الكيلو، راه فيها واقيلا 5 كيلو ولا أكثر. تبارك الله. هذه المنتوجات اللي كتباع على الطريق، وشفنا البيض البلدي. شحال ديال الحبة؟ انت بيبي دير 4 دراهم، انت الدجاجه دير 50 دورو. هذه 50 دورو ديال الدجاجه، وهذه 4 دراهم. تبارك الله. شفنا حتى الدجاج اللي طلع ساب الماكله ياك؟ ما رمش ولده. تبارك الله. وكذلك الخضره المطيشه، شحال دير المطيشه؟ 5 دراهم. تبارك الله. البطاطا شحال؟ البطاطا 90 دور. 4 دراهم ونص. تبارك الله. اللي تشم شحال راه يدير؟ 7 دراهم. تبارك الله. التفاح 10 دراهم. وراه باقي العنب عداس، راه باقي. شحال راك تحسب له؟ 15 درهم. تبارك الله. هذه هي المنتوجات اللي كتباع على الطريق ديال اكليم. تبارك الله، منتوجات طبيعيه هنايا في طريق اكليم بركان. كاين الزيتون، كاين الخبيز. الخبيز راه دخلت. واش فين عندك حتى الزيتون؟ راه خدمته بيدك هذا ياك؟ تبارك الله. هاد القله بشحال دير هادي؟ دير 30 درهم. 30 درهم. 2 كيلو. وهادي ديال الكيلو؟ ديال الكيلو 15 درهم. 15 درهم. وشفنا الخبيزة تبارك الله. الخبيزة راه يبان لي مليحة. يلا درت جبتها غير دركي؟ تبارك الله. شحال دير لها الربطة هذه؟ تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. صلي عليك رسول الله. هذه هي المنتوجات ديال اكليم اللي كتباع على الطريق الرابطه ما بين اكليم بركان. مرحبا بكم هنا في الطريق، اللي بغى شي حاجه هي. مرحبا بكم عند السي عثماني مصطفى اللي راه كيبيع هنايا منتوجات محليه كما كتشوفوا، القرعه، الرمان، الدجاج البلدي، بيبي، على من ما دورتو كاين الخير موجود تبارك الله هنايا، اللهم بارك. هانتوما تشوفوا هذا الشيء طبيعي تبارك الله وديال البلاد. هانتوما تشوفوا، شوفوا هذا الديك هذا شحال يدير اخويا؟ 12,000. تبارك الله. ولكن ديك اخويا كاع كيف كيف؟
نشوفوا القرعه، ها القرعه تبارك الله ديال البلاد، دائما مع منتوجات طبيعيه اللي كتباع على الطريق. اللهم بارك. شفنا الرمان، الزيتون، البيض، تبارك الله خير موجود. اللهم بارك. الشين، الزيتون، ببوش، ها انتم تشوفوا. البيض والشاورة طالع شوية، راه يدير 50 دورو، يعني 4 دراهم ونص، طلع شوية. القرعة تبارك الله، هذي كتجي مع الطعام والله، تبارك الله. أنا غير نشهي فيكم الخوت، سمحوا لي وصافي. هادشي في الطريق الرابطة ما بين أكليم ومدينة بركان، تبارك الله. ضروري خصنا نشجعوا هاد الناس. الدجاج البلدي، هذا الدجاج، هذا الديك، هذا كما كتشوفوا الفصيله مختلفه. اللي يعرف الفصيله ديال هاد الديك هذا يكتبوا لنا في الكومنتير. هادو لي بلو اللي كيتباعوا هنايا كما كتشوفوا، هذه الشجره ديال الهنديه لي بلو، وكذلك مجموعه من الورود والازهار هنايا. اللي كتغرس في الجرده اللي كتعطي واحد الجماليه للجرده تبارك الله، كما كتشوفوا يعني شي حاجه اللي زوينه. وجا عندنا واحد الوش، تبارك الله. ما نساوش بيبي، هادو راهم كاملين للبيع تاع عماليهم. ها انتوما تشوفوا الرمان،